شباب من مختلف الفئات من أحياء الشعبية فئة تلاميذ طلبة بالإضافة إلى الإطارات الداعمة حقوقية سياسية ونقابية. هذه المناسبة لا بد من الإشارة في البداية بالإدانة الشديدة للأجهزة البوليسية والأجهزة القمعية السرية والعلنية والموازية التي ندينها بالمناسبة. مناضلات وكل المناضلين يشاركون في هذه المعركة المتواصلة من أجل فرض نظام ديمقراطي، من أجل الاستجابة الفورية لجميع المطالب وكل المطالب. وبالمناسبة أيضا نقول بأن لجنة المنوني المعينة من طرف الملك لا يمكنها أن تأتي بدستور ديمقراطي، بل ستأتي بدستور ممنوح، وهذا الدستور هذا مرفوض من طرف الجماهير الشعبية. Yeah!
مخزن لنا اليوم، فإننا عازمون هذا اليوم أن نحصل قرار اعتصام، ونعتبر الرجال الآن في وضعية مناضلين ومواطنين، مواطنات ومواطنين معتصمين من أجل الخبز والكرامة. فتحية لكم على صمودكم في وجه الترهيب، وتحية لكم على استمراركم في الحضور المعتصم، وشكرا. نحن في حركة 20 فبراير، مطالبنا العادلة والمشروعة متمثلة في 20 مطلب، أولها مطالب سياسية ومطالب اجتماعية. الشعب المغربي لازال يطالب تحت شعار الشعب يريد التغيير. نحن في مدينة القنيطرة، فرع القنيطرة من حركة 20 فبراير. مطالبنا لازالت تتحقق، ونحن لازلنا صامدون ولازلنا عازمون على تحقيقنا مطالبنا. واليوم أعلننا عن وقفة احتجاجية متبوعة بمسيرة واعتصام لمدة 4 ساعات، لكن السلطات المخزنية، القمع الذي داهمنا وحاصرتنا، لم تتركنا لاستمرار اعتصامنا حتى، لكن لازلنا صامدون في هذه الساحة حتى تحقيق مطالبنا من أجل الشغل والكرامة والحرية والسكن وإنهاء سنوات الرصاص في هذا المغرب. خرجنا يوم 20 فبراير، وشنو اللي خرجنا كاع المسيرة اللي ضمنا الى غاية الان يوم 22 ماي، يوم الاعتصام ديال الكرامة في مدينة القنيطرة. اللي خرجنا هما 7 النفوس اللي كيكفروا بيت مع الجيران. اللي خرجنا هما الناس اللي تيقطروا عليهم البرارك في ولاد مبارك، في عين عريس، طوار الحنشة، ومجموعة من المناطق المهمشة. اللي خرجنا في حركة 20 فبراير هو القمع الممنهج اللي تتعرضوا ليه جميع الحركات الاحتجاجية. قال اللي تيقول